السلام عليكم. غطوة مسبب. السلام عليكم. السماء عليك. السلام مام. السلام عليكم. وعليكم السلام. غطوة مسبب ليتكم. نستعد لفصل الشتاء في فصل الصيف. Зараз робимо варення з чорної смородини. الآن نحضر مربى من كشمش أسود. Спочатку роблю сироп, цукор і трішки води. أولا نحضر شراب هنا سكر وماء وهكذا نسلق. Півтора кілограму цукру і півтора тут уже зважено смородини перебраної помитої. كيلو ونصف كيلو من سكر وكيلو ونصف كيلو من كشمش أسود وهكذا نسلق. بعد ذلك سنعلب. تجي كونسيرفوات. لا استكوز можна показати. انظروا هذا مربى جاهز. تمام سمرودنه. Воно кипітиме 20 хвилин і потім у банки. سيغلو هذا المربى خلال ثلث ساعة تقريبا وبعد ذلك سنضع المربى في زجاجات. عندنا زجاجات صغيرة وزجاجات كبيرة. الآن بدأ المربى يغلي تدريجيا. ما شاء الله. انظروا إلى الرغوة والفقاعة. يجب أن نقلب دائما. المربى مثير للشهية، أليس كذلك؟ المربى لذيذ في علام. إننا نعلب لفصل الشتاء الفواكه والحبوب والعصائر وكذلك الخضروات، كل شيء لكي لا نشعر بنقصان الفيتامينات في الشتاء. كل هذه الحبوب والفواكه من مزرعتنا، يعني كلها طبيعية. والمرحلة الأخيرة هي وضع المربى في الزجاجات. ما شاء الله. هنا في كل زجاجة نصف لتر. ونأخذ غطاء معدني ونغلق الزجاجة. والآن سنغلق بعض الزجاجات لفصل الشتاء، يعني سنفتح هذه الزجاجات بعد فترة يعني طويلة. انظروا، نستخدم هذه الأداة، نسمي هذه الأداة مفتاح لتعليب الزجاجات. وبعد ذلك أمي هكذا تدير. نعم، هكذا نفعل للاحتفاظ بالمربى لمدة طويلة جدا، لسنوات. ولكن طبعا في الشتاء نحن سنفتح. انظروا، هنا نستخدم هذا الغطاء. ما
شاء الله. وبعد ذلك يجب أن نضع الزجاجة هكذا يعني رأسا على العقب، صح؟ طبعا هذا العمل شاق فعلا، لأننا نحضر يعني نعلب المربى والخضروات والفواكه بهذه الطريقة. نعم، وقبل ذلك قمنا بتطهير الزجاجات لكي لا تكون داخل الزجاجة جراثيم، لأنه إذا كانت هناك جراثيم داخل الزجاجات فالغطاء سيقفز، يعني ستفتح الزجاجة تلقائيا. والغطاء يتنفخ. أما هذا الغطاء يعني هذا لمدة قصيرة، يمكن أن نفتح هذه الزجاجة بعد الشهر يعني بمساعدة اليد. أما هذه الزجاجات فيجب أن نفتحها بأداة معينة. مام، покажи, якою ми відкриваємо тоді. يعني لا نستطيع أن نفتح هذه الزجاجة، أن نخلع هذا الغطاء بيدنا. يجب أن نستخدم أداة معينة مثل هذا. هكذا، نعم. أما هذا الغطاء فيمكن أن نفتح بهذه الأداة. أما بأيدينا.